حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، تردني بعض الأسئلة، والحقيقة يعني غالبا لا أجيب عليها لأنني لست أهلا للتصدر للإفتاء أو الفتوى. أنا أقدم أيها الأحبة معلومة علمية، وأقدم لك وجهة نظر، وأنت طبعا تستطيع أن تختار ما يرتاح إليه قلبك، ما ترتاح إليه يعني ما ترتاح إليه نفسيا، وما تجده من قراءات. يعني أنا أطلب من كل إنسان أن يقرأ كثيرا، أن يقرأ القرآن أولا، يقرأ الحديث النبوي الشريف، يقرأ فتاوى لعلماء، ثم يحكم عقله ويختار ما يلهمه الله إياه. سؤال مثلا يقول: أنا أعمل في محل يبيع لحم خنزير، ونحن نعلم في الإسلام أن الله حرم لحم الخنزير، محرم، ومن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى يعرض نفسه لعذاب جهنم والعياذ بالله. إنسان يعمل في مطعم يقدم الخمور وهو مضطر للعمل، ماذا يفعل؟ إنسان يعمل في بنك ربوي، أو إنسان أخذ قرضا ربويا ولا يعلم ماذا يفعل. أسئلة كثيرة أيها الأحبة، أنا يعني أقدم لكم وجهة نظر تتعلق بامتناعك عن هذا الأمر محبة في الله، وليس خوفا من الحلال والحرام. هذه قضية مهمة أحبتي في الله. يعني سأعطيكم مثالا، افرض أنك أنت مدير شركة مثلا، ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه ولكن فقط لنقرب يعني الرؤية. لديك موظف يطبق التعاليم خوفا منك، يخاف منك، إذا زال هذا الخوف ربما يفعل ما يشاء، ربما يعمل ضدك، ولكن لأنه خائف من العقوبة يلتزم. موظف آخر هو يطبق هذه التعاليم محبة بك، هو يحبك، أيهما تفضل أنت؟ أيهما يعني تجعله قريبا منك أكثر؟ طبعا الذي يحبك. الله عز وجل، دققوا أحبتي في الله، يريد منا أن نعمل هذه أو نطبق هذه التعاليم أو نمتنع عما يغضب الله محبة بالله. طبعا الخوف من العقاب موجود، ولكن ليس هو الأساس، ليس هو الهدف الرئيسي الخوف فقط، لا، الحب في الله. جرب أخي الحبيب أن تترك مثلا الاستماع للأغاني حبا في الله، قل: يا رب أنا أحبك، أحب يوم أن ألقاك أن تكون راضيا عني، فأنا تركت هذه الأغاني على الأقل لأنها تضيع وقتي، تشغلني عنك يا رب، فلم لا أحب أن أشغل نفسي بشيء مهما كان عن ذكرك، و يعني التفكير بلقائك يا رب، وطبعا أن تلقى الله وهو راض عنك. لاحظ أخي الحبيب، إنسان يعمل في محل مثلا فيه لحم خنزير، فيه خمر، فيه محرم، فيه ربا، فيه شيء حرمه الله، فكر أن تناجي وتخاطب وتتحدث مع هذا الخالق العظيم، وهو يسمعك، وهو أقرب إليك من نفسك. أنا الآن أيها الأحبة، ما يدور في دماغي الله يعلم أكثر مني، فعندما أقول يا رب الآن الله يسمعني، الله الآن يراني، يراني ماذا أفعل، ماذا أنطق، قل: يا رب أنا أريد أن أترك هذا العمل ابتغاء مرضاتك، لأنني أعلم أنك غير راض عني لأنني أبيع هذا المحرم، أو أساهم في نقل أو حمل هذا المحرم. طبعا لا تنسى أخي الحبيب، فقط للتذكير،
أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، قال وحاملها، حتى من يحمل هذا الخمر له أيضا وزر، وعليه وزر، وعليه غضب من الله سبحانه وتعالى، وهو ملعون. لعن رسول الله في الخمر عشرة، شاربها، ساقيها، ومن يقدم هذا الكأس ملعون، من يحمل، من يأكل ثمنها، من يدفع ثمنها، كل هؤلاء مشمولون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الخروج من رحمة الله. قل يعني أنا أعلمك طريقة بينك وبين الله، لا تسأل لا علماء ولا تطلب فتوى، اجعل العلاقة بينك وبين هذا الخالق العظيم مباشرة، لأنه هو يقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول لك واذكروني أذكركم، الله يطلب منك أن تذكره، أن تقول يا رب، ليقول لك لبيك عبدي ماذا تريد، فتقول يا رب بأسلوبك الخاص بأي طريقة تحب، يا رب أنا أعلم أنك تكره هذا العمل، وأنت حرمت الخمر، وحرمت لحم الخنزير، وحرمت الربا، وحرمت كل ما يلهي عن ذكرك، وأنت تريد لي الخير، هيئ لي عملا أفضل من هذا، فقط لا تفعل شيء، أطلب من الله بإلحاح وبصدق وبإخلاص، وبخاصة في الثلث الأخير من الليل قبيل أذان الفجر بنصف ساعة بساعة، قم من الليل، توضأ، صلي ركعتين، واعلم أن الله معك ويراك ويستجيب دعاء. قل يا رب هيئ لي عملا يرضيك عني، أنا لن أختار، سأضع خياراتي بين يديك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، يعني اتخاذ القرار هنا في الناصية، فأنا سلمتك يا رب منطقة اتخاذ القرار، أنت اتخذ القرار المناسب الذي يرضيك عني، هيئ لي العمل المناسب الذي يرضيك عني مهما كان، حتى لو أنني عملت في أي مجال مهما كان العمل متعبا وشاقا ومردود قليل، هيئ لي العمل، المهم أنك تكون راضيا عني. هذا هو أيها الأحبة أن تترك الأمر حبا في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث دقيق أحبتي في الله، من ترك شيئا لله يعني محبة في الله، عوضه الله خيرا منه. فأنت أن تترك هذا العمل خير لك، أن تترك التعامل بالربا خير لك، سيعوضك الله خيرا منه. ليكن همك هو لقاء الله، أن تجعل كل حياتك هي عبارة عن هدف واحد هو لقاء الله. الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو القائل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أيها الأحبة، الجهاد هنا ليس جهاد السيف، هو جهاد الصبر على مصاعب الحياة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأن هذه الآية في سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت نزلت في مكة، في مكة لم يكن هناك فرض للجهاد، الجهاد المقصود بهذه الآية جهاد الصبر، جهاد الدعوة إلى الله، جهاد حب الخير للناس، هذا نوع من أنواع الجهاد، جهاد بر الوالدين، جهاد يعني فعل الخير، أن تحب الخير للناس، جهاد الكلمة الطيبة، جهاد الصبر على أذى الناس. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله يأمرك بذلك لمصلحتك، جهادك هذا لك،
ليس لله، ما الذي يستفيده الله منك وأنت أصلا لم تكن شيئا؟ الله ليس بحاجة للكون لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا أخي الحبيب، ملخص هذا اللقاء، أنا أقول لكل أخ لديه تساؤل، ما دام هناك آية في القرآن حرمت لحم الخنزير، حاول أن تبتعد عن هذا المجال محبة في الله، وأدعو الله محبة به أن يبعدك عن هذا العمل. ما دام الله حرم الخمر، حرم الميسر، حرم النظر إلى النساء، أنت تعمل في مجال فيه مثلا نساء متبرجات، فيه صور نساء، فيه كذا أشياء تتعلق بهذا المجال، أطلب من الله أن يهيئ لك عملا يرضاه هو ويبدلك خيرا من هذا العمل. والحديث النبوي يجب أن تضعه قاعدة نصب عينيك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاجعل امتناعك عن هذا العمل هدفه المحبة في الله، الحب في الله. اجعل تركك لهذا العمل هدفه أن يكون حبا في الله، يعني عود نفسك على حب الله سبحانه وتعالى، درب نفسك أن تحب الله عز وجل، لأن أكبر نعمة أيها الأحبة، أكبر نعمة بعد الإيمان يمكن أن يشعر بها المؤمن ويتلذذ بها ويشعر بحلاوتها، هي محبة الله، أن تحب الله وأن تشعر بمحبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. آية عظيمة، تذكروها دائما أيها الأحبة. درب نفسك على أن تحب الله سبحانه وتعالى وسوف تشعر بمحبة الله لك، والله لذة لا يمكن أن توصف إلا إذا عشتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.